مرحبا بكم في قناة تحفة يوب دعوة مرتقبة لمحمد الروروة مع سقوط رؤس الفاف في يد العدالة الجزائرية بفسادهم وهل يخلف روروة وليد صادي بعد أن انتقل للحكومة ويقود وزارة الشباب والرياضة بداية وبعد سقوط ثلاثة رؤساء سابقين في قبضة العدالة الجزائرية أبرزهم خير دينزتشي زاتشي وشرف الدين عمارة وزليزة وبدأ جرهم للسجون مع عدد كبير من المسؤولين بجانبهم عاد اسم رئيس الفاف السابق محمد رورا رو بقوة للوجهة لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مرة أخرى بحكم أنه الناجي الوحيد من ملف الفساد الذي يخص الفاف ولم يتم التحقيق معه عكس من خلفه منذ مغادرته لبيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والآن مع كون وليد صدي عينه الرئيس عبد المجيد بون وزيرا للشباب والرياضة في حكومة العرباوي، لأن لا يزال الوزير وليد صدي يرأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. رغم قيادته لمنصب وزير الرياضة فإنه يقود منصبين في نفس الوقت. ومع الحديث عن من سيخلفه في رئاسة الفاف ولو أنه يمكنه الاستمرار في نفس المنصبين وقيادتهما. خاصة وأن المنصبين المتقاربين والأخير مطلع جيدا على الفافو مع الوزارة يسهل عليه هذا الأمر حتى أن يكون قريبا ويتخذ قرارات في المهام الحكومة سواء للمنتخب الوطني وكل الرياضات الأخرى مع مهامه الكثيرة إلا أن عودة اسم رورا وصنع الحدث وكان مفاجئا مع كونه بشكل رسمي حسب صحف محلية يكون قد نجا كليا من أي محاكمات واتضح حسبهم أنه لم يتورط في أي فساد أو نهب ولا أي صفقة مشبوهة لغاية الآن مثل ما وقع مثلا مع زرشي وعمار وزبيزة في مستنقع النهب وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة وتضخيم الفواتير وكذا استغلال المناصب الرياضية للنهب وصرف مبالغ ضخمة حتى بالعملة الصعبة بطرق مشبوهة حيث أن روراء ونظرا لكون سجله نظيف ولكفاءته إلى غاية الآن مع عدم ورود اسمه في أي ملف فساد حتى ايضا لكونه مقرب جدا من الوزير وليد صادي بحكم ان وليد صادي كان سابقا تلميذا لدى روراوا وقدم له خبره وتجربه ساعدته في تقلد مناصب هامه اخرها وزاره الرياضه ورئاسه الفاف ومن شان عوده روروا للاتحاديه احداث استفاقه كبيره وتنسيق واسع خاصه وانه سيكون مسنودا بالوزير وليد صادي لتنفيذ قرارات الرئيس عبد المجيد تبون ودعم المنتخب الوطني من اجل النهوض بقطاع الرياضه التي تعاني من فساد ضخم جدا وتبديل لا محدود للمال وكذا فساد البطولة المحلية وضعفها ومشكلة المباريات المبيوعة، وتنظيم السيء واستغلال مناصب رياضية تحتضنها الجزار لنهب ملايين الدولارات واستنزاف الخزينة العمومية دون ضمير، هذا وتباينت الآراء مع الحديث عن عودة الرواء المرتقبة بينما من رحب ورأى أنها ستكون أحسن عودة في وقت ممتاز، وبين من رأى أنه من الأحسن ألا يعود. إما أن يستمر صادي رغم منصبه الوزاري أو منحها لرجل كفاءة مثل الحاكم الدولي السابق مصطفى غربال أخيرا بدأ ملف رئيس الفاف السابق زرتي والكشف عن نهب مهول لن تصدق ماذا اكتشفوا وسقوط معه رؤساء فاف سابقين ومسؤولين كثر معه نهب الملاير بداية بدأت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر التحرك بشكل رسمي ومباشر ضد رؤساء الفاف السابقين وعلى رأسهم رئيس الفاف السابق هردين زوتشي بجانب جهيد زفيسف وشرف الدين عمارة تم اكتشاف حصريا طوام ونهب ضخم يفوق الخيال قاموا به وتم بشكل رسمي بدء توجيه التهم الثقيله لهم على كل افعالهم السابقه والنهب الذين مارسوه فملف النهب المفتوح ضدهم لا يخص قضيه واحده فقط بل عده قضايا واستغلوا عده مناسبات وطنيه ووطنيه اخرى افريقيه للنهب من الخزينه العموميه ملايين الدولارات. خاصة مع الكشف عن نفقات بطولات إفريقيا للمحليين وكأس إفريقيا للأمم تحت مجهر تحريات تحقيقات حول استفادة حول استفادة مسؤولين سابقين بالفاف من علاوات ومن أحمالية تضخهم كذلك فواتير الإواء والإطعام باللجوء لاستضافة أعضاء المجلس الفيدرالي وإحصاء وجرد وسائل وتجهيزات المركز الوطني الرياضية في السويدانية ومع بدء أخيرا مطولهم أمام قاضي التحقيق لمواجهتهم بوقائع فسدهم والنهب الذي قاموا به الملف لضخامته وتورط عدد ضخم من المسؤولين والإطارات فيه بالنهب، التحقيقات أخذت ولا تزال تأخذ مدة أكبر لصيد كل المتورطين لمحاسبتهم. يتابع زفيزف وعمارة وزطشي وعدد من مسؤولين السابقين في المكتب الفيدرالي السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف، المتواجدين حاليا رهن الحبس مؤقت ويتعلق الأمر كذلك بكل من الأمينين العامين السابقين للفاف، بالإضافة إلى مدير الإدارة العامة السابق للفاف. عن وقع ابرام عقود مخالفه للاجراء الداخلي لابرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبرره للغير نتج عنها تبديد مهول المال العام بالاتحاديه الجزائريه لكره القدم وبالخزينه العموميه على حد سواء حيث وجهت لهم تهم ثقيله والمتعلقه بجناح اساءة استغلال الوظيفه عمدا التبديد العمدي للاموال العموميه والمشاركه في تبديد ابرام عقود مخالفه للاحكام التشريعيه والتنظيميه بغرض منح امتيازات غير مبرره للغير والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها، فملف الفاف كان غفل عنه كثيرون وبمجرد تفتيش، فيه اكتشف حجم النهب وطوام كبرى، حيث دققت في نفقات تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، وكأس إفريقيا للأمم تحت 17 سنة وقضايا متعلقة. باستفادة مسؤولين سابقين في الفاف من علاوات ومنح مالية إضافة إلى تقديم منح مباريات إلى لاعبين دوليين محليين بالعملة الصعبة كذلك إلى جانب تبديل المال العام من خلال تدخين فواتير الإيواء والإطعام باللجوء لأحد الفنادق الخاصة لاستضافة أعضاء المكتب الفيدرالي خلال فترة تواجدهم بالعاصمة كما أعدت المفتشية العامة للمالية تقريرا شاملا ومفصلا حول تغارات مالية تخص قضية أديداس وكذا النفقات المالية المضخمة بكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر وغيرها من التجاوزات والخروقات. الجزائر تتخذ قرارها النهائي وتفاجئ قطر، وهذا ما يمكنها قبوله مع الأمير تميم وتفاصيل الزيارة المرتقبة. بداية وبعد الحديث عن انفتاح الجزائر على أي طلب قطري للتعاون في ملف المفاوضات أو أي نقل للمكتب من قطر للجزائر. كان الرد اليوم من مصادر جزائرية تؤكد أن الجزائر لن تشارك في أي مفاوضات وتمتنع عنها لأنها ترفض الجلوس في طاولة واحدة مع الطرف الآخر وإنما هي مستعدة لدعم كل طرح ونقله إلى مجلس الأمن بغرض التصويت عليه مثل ما يفعل مندوبها عمار بن جامع وكذلك الدبلوماسية الجزائرية التي لا تتدخل ولا تشارك في أي مفاوضات لكن تشارك في كل الجهود الرابية لتمرير قرار والضغط لوقف كل أحداث الجارية بكل جبهات من أجل التوصل لحل نهائي ودائم يعيد الأمن والهدوء إلى المنطقة أما غير ذلك فترفضه الجزائر رفضا قطعا نظرا لتبتها على مبادئها ومواقفها الراسخة أما وبخصوص زيارة أمير قطر سميم المرتقبة إلى الجزائر فمن هذا كله جاء بعد الحديث عن كون الجزائر مستعدة لنقل مكتب من قطر إلى الجزائر إن أتبارس المشاورات الدولية وتم تسهيل هذا الأمر لكن يظل معقدا في ظل مواقف الجزاء الراسخة الرافضة لأي جلوس لا الآن ولا مستقبلا في طاولة التفاوض مع الطرف الآخر. وبالنظر للعلاقات القوية بين الجزائر وقطر والأمير سميم والرئيس عبد المجيد تبون هذا الأمر بالمشاورات المرتقبة في الزيارة المقبلة ينتظر أن يتم رسم مسار مستقبلي سواء لمكتب أو المفاوضات كما أن الجزائر ستدعم أي دولة تستلم الدور من قطر بخصوص المفاوضات والأقرب هي السعودية أو الأردن وتركيا بجانب مصر التي لم تنسحب من الدور أما قطر التي يتم الحديث عن ضغوطات عليها، فالجزائر واضحة في هذا الأمر وينتظر أن تدعمها في أي خطوة تتخذها. مع العلم أن الرئيس عبد المجيد تبون بترحيبه بعودة ترامب وتحركه للدبلوماسية الجزائرية من أجل بدء التنسيق مع الإدارة الأمريكية الجديدة المرتقبة والضغط عليها، لكسر كل ذلك تعدس التي كان من إدارة بايدن لأكثر من سنة فالمنتظر أن يكون صرام أكثر انفتاحا على أي مسار للحصل خاصة الجزائري وإن كانت هناك رغبة دولية لنقل مكسب من قطر للجزائر فهي موافقة وفقدت المراقبين وأصلا لها مكسب حالي ولو أنها مصغر ويمكن أن تكبيره وأصلا لها مكسب حالي ولو أنه مصغر ويمكن تكبيره وينتظر فور وصول